أهلا مرحبا بكم مجددا. اليوم على هذا العود، مواصفات هذا العود عند الوجه من السيدر، بس أهم ما يميز هذا العود الزخرفة الجديدة. هذه أول مرة نعرض عود بهذه الزخرفة. لاحظوا معي جمالها، تمام. الظهر عندنا من الميبل والوينجي بالإضافة للزند والبنجوق. البنجوق من الطرفين، من الوينجي بالكامل. المفاتيح والمسطرة من الأبانوس درجة أولى. الزند عياري، من هنا نقدر نتحكم بالدوسة اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة من خلال الشد والرخي. من هنا قياسات هذا العود: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. الأوتار من التوماستيك دوزان فافا، 5 أوتار طبعا بيجي التوماستيك يا جماعة. في حال رغبتك بإضافة وتر الزيرو أو الشرارة مثل ما بيقولوا البعض، ممكن تكتب في الملاحظات في الموقع إضافة وتر الزيرو، تمام. هذه هي مواصفات العود كامل. ثم جاهزين الآن نسمع صوته إن شاء الله. هاي نسمع صوته، نختبره مختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما. إن شاء الله تبدأ.
كم. بنوه أخيرا نحن مجابين الدوسة كتير، عاملين الدوسة لمس زي ما نقوله، في ناس بتحبها بالشكل هذا، حبينا نبين صوت العود بالدوسة القريبة كتير. تمنياتي بالتوفيق ولقاكم على خير، إلى اللقاء.